يتشرف معها بالوفاء أحمد مطير باستقبالكم مشكورين ومشكورات بتلبية دعوتنا. حضوركم هذا تشريف لنا وتشجيع لفلذات أكبادكم وتلاميذنا الأعزاء. هذا المعرض هو عرض لمشاريع الأقسام لبراعمنا وتلميذاتنا وتلاميذنا من مختلف الأسلاك التعليمية بالمعهد. بتقدير طواقم المؤسسة بمختلف مهامهم وتخصصاتهم تحت إشراف السيدة المديرة التربوية والمؤطرين التربويين، إن الحياة المدرسية هي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية في مدرسة. نشكركم مرة أخرى على تلبية الدعوة وحضوركم تشريف لنا. تتفضل الأستاذة المحترمة أستاذة رئيسة المؤسسة والمديرة التربوية بقص شريط الافتتاح. تصفيقات. تتفضلوا لزيارة المعرض. خذي مديرة التربوية والمسيرة ديال معهد وفاء أحمد مطير. كاين طالع عليا بسلام. الهدف من هذا المشروع اللي درناه يعني في هذا اليوم السبت 3 يونيو 2023 هو تحسيس التلاميذ بأهمية البيئة وكذلك مشاركتهم في هذا المشروع الجديد. هو يعني مهم وهو موضوع الساعة، لأن كل شيء تيهضر على التلوث على بزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقة بالأرض. وأنا جد فرحة بما قاموا به الأساتذة والمؤطرين ديال المؤسسة في فترة وجيزة. يعني بالنسبة لموضوع البيئة هما اشتغلوا عليه يلاه تقريبا أقل من شهر علينا، لأن هذه فترة ديال الامتحانات في نهاية السنة نهاية السنة أيضا. ولكن المشروع الثاني اللي هو كتكميل على البيئة هو اللي قامت به الأستاذة بشرى الحسني الأزمي، هي المسؤولة على التنشيط في المؤسسة وعلى كذلك الفنون التشكيلية من الرابع ابتدائي حتى الثانية إعدادي. فهي اللي قدمت لنا هذا اليوم هذا جميع الأعمال اللي قاموا بها التلامذ هادو من خلال خلال الفترة مدة السنة الدراسية بكاملها. يعني وكنشكرها على هي المجهود اللي بذلته باش تنجح هذا النهار هذا اللي إن شاء الله أنتم موجودين معنا فيه. وهذه غير البداية، لأن علاش بالضبط جينا حتى لشهر مايو وقررنا نديروا هذا المناسبة هذه. كانت قبل كورونا كنا كنديروا حفلات يعني فيها موسيقى فيها مسرح فيها أشياء من هذا النوع، ولكن بعد كورونا ما بقيناش كنستطيعوا نديروا هذه الاحتفالات في نهاية السنة. فجاتنا الفكرة على أننا نديروا معارض ومشاريع قاموا بها التلمدات مع الأساتذة ديالهم والمؤثرين ديالهم. فقلنا هذه البداية وإن شاء الله غادي ننطلقوا ابتداء من السنة المقبلة، لأن الأشياء هذه خصها تكون سنوية وتكون في مدوز واحد الفترة مثلا ديال مدة زمنية مثلا شهور ثلاث أو أربع شهور نستعيو الأولياء التلاميذ باش هما يشاركوا يشوفوا الوليدات ديالهم والأعمال ديالهم وكذلك التحسيس ديالو. أكثر هي التواصل ديال الأولياء التلاميذ مع الأساتذة مع ولادهم، لأن كل واحد كيوري الأب ولا الأم ديالو شنو دار، وهذي كياخذ الصور، هذي كيشوف ثاني الأعمال ديال الوليدات كبر منهم. يعني هذا تحفيز حتى اللي ما شاركش يعني في السنوات المقبلة غادي يولي يفكر باش يشارك، ومن هنا غادي يبانوا عبقريين وابتكارين المبتكرين المميزين إلى آخره. وزيد إلى هذا حتى داك الهوايات خصها تكون عند الأطفال باش ما يكونش غير كيقراو فقط، تكون عنده شي هواية اللي كيفرغ فيها داك التعب ديالو والعناء ديالو. مدام بشرى أزمي حسني ريسبونسابل دي زاكتيفيتي باراسكولير اي بروف دي زارت بلاستيك في انستيتيوسيون الوفاء. ما اللي غادي نقول هو تكمله اللي قالت الاستاذه السيده المديره محترمه، هو ان احنا البروجي ديالنا لوبجيكتيف ديالو
هو الطفل، حيت اكتشفنا بزاف من خلال هذه الانشطه اللي درنا ان الطفل عنده مهارات قويه جدا في في, في الابداع في الابتكار. تفاجئنا بالاعمال بطبيعه الحال بالتنسيق مع الاساتذه ديالهم والتاثير الاساتذه ديالهم تحت اشراف السيده المديره، واختارينا موضوع الساعه اللي هو الارض، يعني الارض والانفيرونمون. هنا كيبدا التحسيس عند الطفل في المؤسسه، وتبارك الله انتم شفتوا الاعمال، حنا فرحانين بهم والاسر ديالهم كذلك. انتم شفتوا الحشد القوي اللي اقبل هذا النهار على المؤسسه كلهم بدون استثناء، هذا دليل على ان ولادهم نجحوا، حنا نجحنا وهما حتى هما نجحوا. وكما قالت الاستاذه هذا غير انطلاقه، سي ان ديبار ديال دي زوتر بروجي راه حنا مجدينهم ان شاء الله السنه المقبله. انا سميتي اسلين سي 3 اف مع عهد الوفاء. عجبنا بزاف هاد لو بروجي ديال لي بورت اوفيرت، لقاش تعلمنا بزاف ديال الحوايج، تعلمنا بزاف ديال الحوايج بحال اعاده تدوير لي بوتاي لو بلاستيك، نحطو كل حاجه في بلاصتها، وحتى دي بروجي وحتى نتعلمو دي بروجي كون فابريك على مازون اون كلاس. وكنشكر بزاف معهد الوفاء حلقه خلانا نديرو هاد لاكتيفيتي اللي فرحتنا بزاف وكنتمنى كل عام ندوزو هكا. سميتي سلمى، كنقرا في بروميير اني كوليج معهد الوفاء. اليوم جيت للحفله ديال المدرسه باش نقدموا العروض ديالنا حول البيئه، كنتمناها من اجل الحفاظ على البيئه، وكنتمناها طرقكم وطرق المؤسسه ديالنا. هاجا العلوي ليليف دون لا كي الاستود دون لا ليكول انسيتو الوفاء احمد مطير اون دوزيام اني كوليج. Il ne reste plus de temps et il n'y a pas de planète B. Donc, afin de satisfaire une justice climatique et aboutir à nos fins, personnellement, en tant que jeune acteur du climat, la durabilité de ce ne sera atteinte à moins que tout le monde unit une force pour une terre verte et plus précisément mettre la science en scène loin de la politique. Abou Tayeb, قسم الثاني باء، تنتكلموا على الشجرة، والشجرة هي مهمة، تتمنحنا الهواء النقي وتعطينا الثمار والظل واعرة، ونتمنى يعاودوها لينا بزاف المرات. نكرهم حيت يديروا لنا هاد ليزاكتيفيتي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.